بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران. ستوقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا الذي يأتيكم على شاشة قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الشرعية والجوانب الإيمانية التي يستفيد منها المسلم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أحكام اللباس وآدابه، وهذه هي الحلقة الثالثة من أحكام اللباس وآدابه، والذي سنتناول فيه ما يتعلق بأحكام لباس المرأة. نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب، وعبر برنامج الواتساب. حياكم الله أجمعين. حياكم الله دكتور. الله يحييكم جميعا. سأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يلهمك القول السديد. شيخنا، لعلكم تكرمون وتتفضلون علينا بمقدمة عن لباس المرأة وما يتعلق به من آداب وأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللباس منا امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم وعلى بنات حواء. هذه المنة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه المنة تقابلها المؤمنة بشكر الله جل جلاله، وشكره سبحانه وتعالى إنما يكون بالتزام ما شرعه الله سبحانه وتعالى. اللباس فطرة إلهية فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس، أيدتها الشريعة وضبطتها وأباحت في عموم الأمر اللباس والزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمرأة تنشأ في الحلية كما جاء في القرآن الكريم: أو من ينشأ في الحلية. فالمرأة من طبيعتها أنها تحب التزين، ولذلك جاء في الشريعة أنه يباح لها ما لا يباح للرجال من التزين، مثل إباحة الحرير والذهب للمرأة، وهما محرمان على الرجال، وهذا مراعاة لطبيعة المرأة في حبها للتزين. ولكن هذه المراعاة لطبيعة المرأة في حبها للتزين لا تعني أن تخرج المرأة المسلمة عن الضوابط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي أمرها بها، لأن هذه الضوابط الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها سواء كان في حق الرجل أو في حق المرأة. ولكن بما أن حديثنا اليوم عن لباس المرأة، أرادت الشريعة بها عددا من الحكم والغايات، منها حفظ نظام المجتمع، فإن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على الحياء والفضيلة والبعد عن الفحشاء والرذيلة، والشريعة لتحقيق هذه الغاية وهذا المقصد الشريف شرعت لذلك عددا من الشرائع في حق الرجل وفي حق المرأة. ففي حق الرجل أمر بضوابط معينة في لباسه، وأمر بغض بصره وحفظ فرجه، وأمرت المرأة بضوابط شرعية في لباسها، وأمرت بغض بصرها وحفظ فرجها. وجاء في التشريعات الإسلامية كذلك أمرها بالحجاب، إلى عدد كبير من التشريعات التي تحفظ في المجتمع الحياء والفضيلة. ليس التواصل في المجتمع المسلم بين الرجل والمرأة قائما على الإغراء ولا على الفتنة، بل هو قائم على الحشمة والحياء. لذلك جاء في القرآن الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جاء في القرآن الكريم: ولا يبدين زينتهن. جاء في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. جاء في القرآن الكريم: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وجاء في القرآن الكريم: ليس عليهن جناح، أي القواعد، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن
خير لهن. جاء في القرآن الكريم القواعد كبيرات السن، كبيرات السن اللاتي لا يرجون نكاحا كما سيبين بإذن الله تعالى. وكذلك أي أن الشابات من باب أولى. صحيح. يعني أقصد لاحظ أن حتى القواعد لما أباحت الشريعة لهن، هن العجز الذين اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني يأسن من المحيض والولد ولا يرجون نكاحا، لاحظ لما أباحت لهن الشريعة التخفف من بعض الضوابط في الحجاب اللاتي لا تباح لمثلهن، لا يباح مثلها في حق الشابة، لما أباح لهن التخفف القواعد النساء قال غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك نظام في المجتمع المسلم يسعى إلى الحياء والعشمة، يسعى إلى البعد عن الرذيلة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا كله يحقق أهدافا عامة، هذه كلها أحكام تحقق نظاما. نستطيع أن نقول شيخنا مثلا أن زينة المرأة تكون أصلا في الاحتشام وفي الحياة. صحيح، وهذا صحيح، تكون زينتها في التخفف من اللباس. بالفعل، وهذه حقيقة يعني داخل في قوله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. نعم. يعني ينبغي للمرأة وللرجل، لكن بما أن حديثنا اليوم عن المرأة نقول العناية بزينة الروح، زينة الخلق. نعم. فإنها أعظم الزينة، كون أن المرأة تتزين بالحياء وبالحشمة هذا أعظم زينة. لذلك مدحت الحور العين في الجنة بأنهن قاصرات الطرف. لاحظ هذا الوصف القرآني الجميل الذي يجمل هذه المرأة بأنها قاصرة الطرف، معنى أنها غاضة البصر عن زوجها، عن غير زوجها، فلا تلتفت إلا إلى زوجها. هذا نوع من أنواع الحياء والحشمة والعفة. قال الله سبحانه وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ومعنى الفاحشة والفواحش مأخوذ مما تستفحشه النفوس وتستعظمه وتراه أنه مناف للحياء. لذلك ستر العورات من كمال المروءات والحياء الواجب في حق الرجل والواجب في حق المرأة. نعم. البعد عن الفحشاء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. نعم. هذا البعد عن الفحشاء في اللفظ وفي اللبس وفي التصرفات وفي الأفعال وفي الأقوال. نعم. هذا لا شك أنه مما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النظام المجتمع. في المقابل شيخنا بالنسبة للحديث الذي جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فما المقصود بالعذراء في خدرها الذي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، لأنه كان من عادة الناس وإلى الآن يعني لا زال هذا معتادا. نعم. أن المرأة أن البنت قبل أن تتزوج وهي بكر عذراء أنها لا تخرج. نعم. ولا تتعرض للرجال أو مواطن الرجال، وأنها لا تخرج من بيتها. هذا معنى خدرها، يعني مسكنها. لذلك يقال المخدرات في البيوت، يعني أنهن لا يخرجن من بيوتهن. وهذا معنى وهو القرار في البيت، لا شك أنه من المعاني التي تمدح بها المرأة في شريعة الإسلام. الله سبحانه وتعالى أمر به في كتاب الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لاحظ نهي القرآن الكريم عن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى فيه جاء في وصفه عدد من الأوصاف، منها أنها تخرج متغنجة متكسرة، أنها تخرج فاتنة في وسط مجامع الرجال، أنها تخرج خاضعة بصوتها متلطفة في كلامها، أنها تخرج متزينة بزينة الخلخال الذي تضرب به ليسمع صوته، أو المتزينة في وجهها أو في جسدها لإظهار زينتها ومفاتنها. هذا كله مما جاء في أحسن الله يعني عليكم. دعنا نفصل في شيخنا بإذن الله، لكن لو تكرمونا ببيان الضوابط التي ينبغي للمرأة مراعاتها في لباسها بشكل إجمالي. الضوابط العامة التي ينبغي للمرأة أن تعتني بها في لباسها، أولا أن تبتعد عن التشبه في لباسها بلباس الكافرات.
وأن تبتعد عن التشبه في لباسها بلباس أهل الفسق والمجون، أن تبتعد عن التشبه بلباس الذكور، أن تبتعد عن لباس الشهرة. هذا المعنى، هذه المعاني مخاطب بها حتى الرجل، فيجب على الرجل أن يبتعد عن لباس الكفار ولباس أن يتشبه بالنساء أو أن يتشبه بلباس أهل الفسوق والمجون بأحكام ولباس الشهرة. يعني هذا لعلنا نتعرض له. كذلك من الضوابط التي تخص المرأة أنه يباح لها لبس الحرير والذهب خلافا للرجل الذي يحرم عليه لبس الحرير والذهب. العلة في اختصاصها بالإباحة أنها تنشأ في الحلية، فراعت الشريعة وهذه الفطرة فيها فأباحت لها ما لم تبح للرجل. كذلك من الضوابط التي تخالف بها الرجل أنه يجوز لها الإسبال، بل إنه يستحب لها تغطية لقدمها وزيادة في سترها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن إزرة المؤمن كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إذن ينكشفنا النساء إذا رفعنا ثيابهن أو أزرهن، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، فقالت أم سلمة إذن ينكشفنا، فقالت إذن يرخينه ذراعا. إذن أم سلمة رضي الله عنها كانت حريصة على تغطية القدم، وكيف تحصل التغطية بوجه لا تنكشف فيه قدمها رضي الله تعالى عنها. هذا من الأحكام التي تختص به المرأة. كذلك من أهم الأحكام التي تختص به المرأة أن عليها أن تراعي عدم إظهار الزينة الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. وهذا فيه تفصيل، فإن الزينة في حق المرأة لها أحوال، فلا تظهر الزينة زينتها أمام من لا يحل لها أن تظهر زينتها أمامه. والأمر الأخير الذي يجب على المرأة أن تراعيه وهو الحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الجلباب والخمار الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم. إذن شيخنا بالنسبة للباس المرأة، أحوال لباس المرأة سواء كان لباسها وزينتها سواء أمام محارمها أو زوجها أو الأجانب، فما الأحوال التي تكون يكون عليها لباس المرأة؟ يعني كما ذكرنا أول شيء أنها تجتنب لباس الكافرات، هذا جاء في حديث من تشبه بقوم فهو منهم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك لا ينبغي المرأة أن تلبس لباس يجعلها والعياذ بالله إذا شوهدت أو رؤيت ظن بها أنها من الكافرات من لا يعرفها يعني، أو ظن بها أنها من الفاسقات الفاجرات أو أهل المجون. ينبغي لها أنها تجتنب، يكون لباسها اللباس المعتاد في يعني قومها وأهلها، ما يكون والعياذ بالله أنها تلبس لباسا توصم فيه بأنها فاسقة أو فاجرة أو كافرة. إذن هذا، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن ينزع عنه لباس اللبسه وقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، لذلك عليها أن تجتنبها. بالنسبة للباس المرأة أمام زوجها هل له ضوابط معينة؟ يعني أحسنت، فيما يتعلق هذا فيما يتعلق بالزينة نحن نقول لها ثلاثة أحوال للمرأة. الحالة الأولى مع زوجها وهي مأمورة فيها بإبداء ما تقدر عليه من الزينة. الحالة الثانية للمرأة أمام محارمها غير الزوج، مثلا أمام أبيها أو أبنائها أو إخوانها أو أبناء إخوانها أو أبناء أخواتها أو أعمامها أو أخوالها وأمام النساء. فهذه المرأة مأمورة فيها بشيء من الستر وسنتكلم عنه. الحالة الثالثة للمرأة وهي ما تظهر به أمام الرجال الأجانب، فهذه مأمورة بالحجاب الشرعي الذي جاء بيانه في مجملا في القرآن الكريم وجاء بيانه في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أحوال للزينة. صحيح. الزينة أمام الزوج، وهذه مستحبة للمرأة أن تبدي زينتها أمام زوجها، أمام محارمها، وهذه لها ضوابط ولها قيود ولكنها تدخل في حد الزينة المباحة. فيما يتعلق بالزوج هن لباس لكم وأنتم لباس. أحسن، فيما يتعلق بالزوج جاء عدد من أوصاف في القرآن الكريم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعله الله سبحانه وتعالى سكن ومودة ورحمة، فلا يكون في ذلك أي تحرج أو لا يوجد، يعني لا يوجد مانع
أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تشاء من اللباس. نعم. لماذا؟ لأن الزوج هي أصلا مأمورة بالتزين له بما شاءت من أنواع الزينة. نعم. فهي ليست مأمورة بإخفاء شيء من زينتها أمام زوجها، بالعكس هي مأمورة بإبداع زينتها والتودد إلى زوجها. وبالنسبة للباسها أمام محارمها أو وغيرها من النساء؟ أحسنت. هناك أصناف جاء القرآن الكريم بذكرهم في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا النوع الأول. أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن. فهؤلاء الأصناف يجوز للمرأة أن تبدي لهن ما يظهر منها غالبا. كيف؟ يعني يجوز لها أن تبدي مثلا رأسها ووجهها وشعرها، أطراف اليدين وأطراف القدمين، هذا يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام النساء. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هؤلاء المحارم قال: أو نسائهن. فما تبديه المرأة أمام النساء كذلك هو ما يظهر منها أمام أبيها وإخوانها وأبنائها. ضابط ذلك يكون عائدا إلى العرف أم له ضوابط أخرى؟ ما ذكرناه. ما يظهر منها غالبا. ما يظهر منها. ما يظهر منها غالبا. ما هو الذي يظهر منها غالبا؟ أطراف القدمين وأطراف اليدين والرأس والشعر، هذا هو الذي يظهر منها غالبا. يعني لا تتوسع في إظهار مثلا بطنها أو صدرها أو إظهار الفخذ، هذا لا يجوز، وإنما ما يظهر منها غالبا. وذكرنا مثلا أطراف اليدين مثلا وهو مثلا المرفق والذراع، أطراف القدمين وهو الساق والقدم، الرأس والنحر، يعني وأعلى الصدر. تتجنب، هذا يعني تتجنب كل ما يكون سببا لإظهار بعض مفاتن أو الزيادة في أو المبالغة في. أحسنت. إيه نعم. يعني تجتنب أن تكشف ما سوى ذلك، أن تكشف ما سوى ذلك. هذا في الضابط الثاني. والتزين أمام النساء وأمام المحارم بهذا القدر مباح، لكن التزين أمام الزوج هذا قدر مستحب مأمور به، لكن هذا القدر الثاني أو النوع الثاني قدر مباح، أنها تتزين أمام زميلاتها وصديقاتها أو صاحبها، هذا يعني قدر مباح. وكذلك بالنسبة للحرير ولبس الذهب أمام لا مانع منه. نعم. لأن جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير فقال: هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. هذا يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحرير أو من الذهب، أن تتحلى بما شاءت من زينة الذهب، من زينة الذهب أو الفضة أو غيرها من الأحجار الكريمة، مثلا مثل اللؤلؤ أو الألماس أو غيرها من يعني أو غيرها من أنواع الأحجار الكريمة. طيب شيخنا، بالنسبة للباس المرأة أمام الأجانب، ولو تقدمون بمقدمة كذلك عن لباسها أو صفة الحياء في الحجاب وما ينبغي للمرأة. المرأة أمام الرجال الأجانب يعني تخضع لهذه العلاقة، تخضع لضابط الحجاب الشرعي الذي جاء محققا لغايات في المجتمع المسلم، وهو كما ذكرنا حفظ الحياء والفضيلة والبعد عن الرذيلة. ليست العلاقة في المجتمع المسلم تقوم على الإغراء بين الرجل والمرأة الذين يعني الأجانب الذين لا يعرفون بعضهم، لا، ليست قائمة على الإغراء، ليست قائمة على الفتنة، وإنما هي قائمة على الستر، على الفضيلة، على الحياء. فلذلك يحرم على الرجل أو على المرأة أن يفتن أحدهما الآخر والعياذ بالله، بل يجب على المرأة أن تحرص على يعني حشمتها وحيائها. هذا مقصد أساس في لبس المرأة وحتى في حق الرجل. لا يجوز للرجل أن يكون والعياذ بالله يعني فاتنا للمرأة، أن يتقصد فتنتها أو غير ذلك، هذا لا يجوز. إذن هذه مهمة جدا. لماذا قامت العلاقة بين الرجل والمرأة في هذا النظام الاجتماعي أو في نظام المجتمع المسلم بهذا الشكل؟ لأن العلاقة القائمة على الإغراء وعلى الفتنة تؤدي والعياذ بالله إلى الفجور والزنا، وهذا مشاهد في إحصاءات. من نظر إلى إحصاءات مثلا الموجودة في البلدان الغربية أو الشرقية التي لا تلتزم أحكام الشريعة الإسلامية
لا تلتزم الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لا تلتزم أحكام الحياء والحشمة، تقوم العلاقة فيها على الفتنة والإغراء، ينتشر فيها والعياذ بالله الزنا، وينتشر فيها الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، ينتشر فيها حتى المواليد غير الشرعيين إلى غير ذلك من أنواع العلاقات المحرمة التي مبدأها أصلا تفسير خاطئ لعلاقة الرجل والمرأة. بخلاف المجتمع المسلم الذي حفظ هذه العلاقة بعدد من الضوابط والأحكام التي تحقق عددا من الأهداف والغايات. لعل أستأذنك شيخنا في أخذ فاصل قصير ثم نكمل هذا المحور. أحبتي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. من أهم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العفة. ففي أسئلة هرقل لأبي سفيان: وسألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. والعفة هي النزاهة والكف عن القبيح والامتناع عما لا يحل ولا يجمل، ولا يكون المسلم تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر. فعفة اللسان بترك السخرية والغيبة والنميمة وفحش اللسان، وعفة البصر بغضه عن المحارم وعدم التطلع إلى ما في يد الغير، وعفة السمع بترك الإصغاء إلى الحرام كآلات اللهو والتجسس على الآخرين، وعفة اليد والجوارح بألا يؤذي بها أحدا ولا يستخدمها فيما لم يأذن فيه الشرع. ومن العفة الحياء وستر العورات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولحفظ العفة أمرت النساء بالحجاب وحرمت الخلوة بالأجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولصيانة العفة حذر الله من اتباع خطوات الشيطان التي تقود إلى الفواحش. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. حياكم الله مجددا أحبتي الكرام. حياكم الله يا دكتور. الله يبقيك سلام. الله يبارك فيك. كنتم قد تحدثتم عن الحجاب، ولو تكملون ما ذكرتم. من حكم الحجاب كذلك التي جاء الشريعة الإسلامية بحفظها قول الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فالحجاب الشرعي جعل حماية للمرأة المسلمة وصيانة لها من عدوان عليها، من التحرش بها. فهذا كونها تستر زينتها ومفاتنها، هي تضع الصمام الأول لحمايتها وأمانها. وطبعا هذا لا نعني به أننا لا نلوم من اعتدى عليها أو تحرش بها ونظر إليها، فإننا نوجه الخطاب كما وجهه القرآن الكريم. القرآن الكريم وجه خطابا للمرأة بالأمر بالحجاب وإدناء الجلباب لحفظ نفسها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ووجه الخطاب إلى الرجل بغض بصره وحفظ فرجه وعدم العدوان: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا يخاطب الرجل بالخطاب
الذي يأمره بغض البصر وحفظ الفرج والبعد عن الرذيلة والعياذ بالله، وتخاطب المرأة كذلك بمثله، قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وتخاطب بالحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما حدود هذا الحجاب الوارد في القرآن الكريم فهو أمران: الجلباب والخمار. وجاء في القرآن الكريم الأمر بهما، وسنبين بإذن الله تعالى هذا. فأما الخمار فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم. ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. المقصود بجيوبهن أحسن هذا الخمار، سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. والنوع الثاني من الحجاب له هو الجلباب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأما الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، هذا معنى الخمار. لذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مثلا في حادثة الإفك، قال: لما رآها صفوان المعطل وكان قد رآني قبل الحجاب، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. أخذت جلبابها وهو ما يغطي جسدها فخمرت به وجهها، لأنه يعني لم يكن عندها الخمار الخاص بها، أخذ في رحلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ذهب الهودج وذهب القوم بخمارها. فلذلك تقول: خمرت وجهي بجلبابي. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: النساء كن يسدلن الخمار على وجوههن في حال الإحرام. نعم. تجنبا من نظر الرجال الأجانب إليهن. كذلك يعني جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النساء لما نزلت آية الخمار وآية الجلباب أمر الله جل جلاله بالحجاب أنهن لبسن الأكسية السود على رؤوسهن لتغطيها. كذلك جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها عذرا عائشة رضي الله تعالى قال: شققنا مروطهن، نساء الأنصار شققنا مروطهن فاكتسينا بها. هذا كله نوع من أنواع الحجاب. النوع الثاني الجلباب. الجلباب وهو ما يسمى مثلا في بعض المجتمعات بالعباءة، أو يسمى في بعض المجتمعات بالملحفة أو غيرها. الجلباب ما هو؟ هو اللباس الذي تلبسه المرأة يكون فوق ثيابها. يعني المرأة تلبس عادة اللباس، إما أنها تلبس مثلا ثوب والذي يسمى بالدراعة مثلا أو غيرها من اللباس، تحتاج إلى ملحفة فوقها. نعم. إلى شيء يغطيها فوق ذلك زيادة في الستر. أحسنت مثلاً. هذا هو الجلباب. الجلباب هو الذي يغطيها فوق الثياب. فالجلباب مأمور به شرعا، هذه العباءة مأمور بها شرعا، يدنين عليهن من جلابيبهن. قول الله سبحانه وتعالى في الخمار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب، سألت عن الجيوب، الجيوب هي أعلى الصدر، أعلى الصدر محل النحر. لأن المرأة أحيانا إذا لبست مثلا ثوبا أو دراعة أو مثلا قميصا ربما كان الصدر مكشوفا فيظهر. فالجلباب يغطي جزءا، يدنين عليهن من جلابيبهن. جاء في تفسير من عباس رضي الله تعالى عنها أن إذا وضعت الجلباب على رأسها وأدنت هذا الخمار على وجهها فإنها تغطي ما ظهر من صدرها ونحرها. وهذا معنى ضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ومعنى قوله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابهن. والإدناء هو من الأعلى إلى الأسفل. وهذا فيه دلالة على أن المرأة مأمورة بتغطية وجهها في حجابها الشرعي أمام الرجال الأجانب. فهذه الآيات الشريفة الكريمة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى عدد من الآيات الدالة على وجوب الحجاب الشرعي والتزامه وبيان مسماه وحده المعروف في لغة العرب والمعروف عند الفقهاء. قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قول الله سبحانه وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن الأدلة التي أمر فيها بالحجاب الشرعي قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع. فالقواعد من النساء وهن اللاتي لا يرجون نكاحا كما جاء في الآية، بمعنى أنها قد بلغت سنا لا ترجو فيه نكاحا، يعني لا
ينظر إليها نظرة نكاح، لا ترغب في النكاح، لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أباحت لهن الشريعة مثلا وضع شيء من الجلباب، بل قال بعض أهل العلم أنه يجوز لها أن تضع الخمار على رأسها، وإن كان هذا خلاف القول الراجح والمشهور. الشاهد جاء في القرآن الكريم كذلك في حق القواعد غير متبرجات بزينة، يعني لا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسدها بقصد التبرج بالزينة، بمعنى أن تتقصد كشفه وإظهاره لأجل التزين، وإنما هو تخفيف عنها لكبر سنها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقول وأن يستعففن وأن يستعففن خير لهم. هذه الحقيقة رسالة للمرأة الشابة، إذا كان هذا الحكم في حق القواعد قد وضع بهذه الضوابط أن لا تكون متبرجة بزينة وأن يستعففن خير لهن، فما الحكم في حق المرأة الشابة؟ لا شك أن هذا عليها أبلغ أن تحرص على ستر زينتها. جاء في الآية الشريفة الكريمة كذلك في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لاحظ في هذه الآية الشريفة كيف نهيت المرأة عن أن تظهر محاسنها بإظهار هذا الصوت من قدمها، وهو الخلخال الذي تضعه في قدمها، فتهز قدمها وهي ترفعها وهي تضعها ليظهر هذا الصوت فيلتفت إليها. الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر الدقيق في حق المرأة حتى لا تتبرج ولا تظهر مفاتنها ولا تلفت الأنظار إليها. وهذه قضية مهمة، وهي أن الأصل في الحجاب الشرعي أنه ساتر للزينة. لما نقول هذا الكلام؟ لأنه ليس المقصود من الحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة عباءة مثلا وسوداء وتكون مليئة بالزخارف أو تكون ضيقة، تكون هذه العباءة زينة في نفسها، هذه خالفت الضابط الشرعي. الضابط الشرعي أصلا مقصود الحجاب الأصلي هو أن تستر زينتها عن الرجال الأجانب، فلا تؤذى ولا تلفت الأنظار إليها، هذا الأصل وهو الستر. فإذا كان ما تلبسه المرأة وإن سمي جلبابا أو عباءة أو خمارا، دعك من المسميات، وإن سميت إذا كان زينة في نفسه كان خلاف المقصود الشرعي أصلا من تشريعه، كان خلاف مقصود التشريع، يحتاج إلى حجاب فوق. يعني بعض الخمر وبعض العباءات ربما محتاجة إلى عباءة فوقها، لما؟ لأنها زينة في نفسها، إما من حيث أنها تجسد جسد المرأة بضيقها، أو أنها شفافة، أو أنها مزخرفة بألوان وبأشكال، ربما بأنواع من مثلا الآلة أو غيرها، حتى أو الكريستالات حتى تلفت الأنظار إليها. هذا ينبغي للمرأة أن تحترز منه وأن تعرف المقصود الشرعي من تشريع هذا الحجاب. الله سبحانه وتعالى استفتح ذكر الحجاب بقوله ولا يبدين زينتهن، فمقصوده الشرعي هو إخفاء الزينة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة التي إذا كانت الزينة التي أخفتها المرأة ما يخفين من زينتهن قد أخفتها، ولكن أظهرتها بطريق غير مباشر، وذلك بأن تضرب برجلها ليعلم ما تخفيه من زينتها، إذا كان هذا القدر منهيا عنه، فكيف بمن ظهرت بمكياجها الكامل أمام الرجال، أو أنها ظهرت بلباس فاتن أو غير ذلك؟ أشك أن هذه يعني أبعد عن المقصد الشرعي الذي أراد الشريعة تحقيقه. طيب شيخنا، تلخيصا لما ذكرتم من قواعد وأوصاف في عباءة المرأة أو في حجاب المرأة بشكل عام، نستطيع أن نقول مثلا أنها لا تكون زينة في نفسها، أن لا يكون الحجاب زينة في نفسها، إنما يكون ساترا للزينة، وأن يكون شاملا لجميع الجسد، نعم، وأن يكون غير شفاف فضفاضا مثلا، وأن يكون غير شفاف ولا واصف الجسد. وهذا جاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني أنها تلبس لباسا، ولكن هذا اللباس والعياذ بالله عاري، يعني لا يفيد شيئا، فهي كاسية بمعنى أنها تلبس لباسا ولكنه لا يغطيها ولا يستر، إما أنه شفاف وإما أنه واصف وإما أنه لا يغطي كل جسدها. فهؤلاء والعياذ بالله من كما جاء في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المحرمات أن تقوم المرأة بهذا اللباس الذي يكشف مفاتنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات، يعني أنهن زائغات عن طريق الحق، مميلات يفتن غيرهن ليزيغوا عن طريق الحق كذلك. وهذا والعياذ بالله يعني أنها وقعت في المحرم في نفسها وكانت مميلة كذلك لغيرها. هذا يعني أبلغ ما يكون والعياذ بالله من كذلك. وصفت ذكرتم الوصف الأخير أن يكون الحجاب مرخيا شبرا أو ذراعا. أحسنت. أن يكون الحجاب ساترا يستر القدم كذلك. لذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرخينه شبرا. قالت رسول الله: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخينه ذراعا. إذن شيخنا فيما يخص هذه المسألة، ورد سؤال البرنامج من أم إبراهيم من اليمن تسأل تقول: طول العباءة كما ذكرتم ذراعا، لكن إذا كانت الرجل مغطاة بالجزمة ما يسمى بالبوتي أو بالجوارب، وطول العباءة لا يسحب في الأرض أي قد لا يكون إلى الكعب أو العقب، فما رأيكم في ذلك؟ لا مانع أنها تغطي العباءة، تكون تغطي قدمها. ولا يلزم أن تكون العباءة سابلة يعني مسبلة تجرها المرأة، هذا ليس بلازم، ولكن أن تكون العباءة سابغة تغطي قدميها والله تعالى أعلم. نعم، العبرة إذن بتغطية القدم. أحسن. نعم. طب هذا سؤال من حسن من المغرب كذلك، يقول: أنا أعمل في ميدان صناعة الإشهار، ما حكم وضع صور النساء والرجال في الإعلانات؟ لعله يقصد أنهم يصورهم. أحسنت. يعني صناعة الإعلان ينبغي لمن زاولها أن ينضبط فيها بالضابط الشرعي، وألا يكون هناك تسويق من خلال الإغراء بالجنس الآخر، يغرى الرجل بإظهار مفاتن المرأة أو تغرى المرأة بإظهار مفاتن الرجل. لا يكون هناك إغراء لأحد الجنسين بالآخر، وإنما التسويق، وللأسف يعني هذا يعني التسويق في الغرب، صناعة قامت على الإغراء وإظهار المفاتن، حتى صار والعياذ بالله تظهر فيها المفاتن شيئا فشيء، حتى يعني تظهر المرأة والعياذ بالله تظهر عارية في سبيل تسويق سلعة من السلع أو غير ذلك، وأنها هي نفسها تصبح سلعة. هذا نعم. هي سلعة بقدر، للأسف أنه يعني بقدر ما تكشف من جسدها بقدر ما تحصل من الأموال الإضافية، لأن حصل بها فتنة أكبر وإغراء أكبر. هذه صناعة التسويق في الغرب أو صناعة الإشهار التي لا تنضبط بضابط الشريعة. فتنصحونه بالبعد عنها؟ ضروري على من زاول هذه المهنة في بلاد الإسلام أن ينضبط بالضوابط الشرعية، لا تكون المرأة عنده سلعة، ولا تكون فتنة المؤمنين عنده والعياذ بالله وسيلة لأجل تسويق سلعته. فتنة المؤمنين والمؤمنات، وإنما عليه أن يحرص على العفة والحياء والحشمة في إعلاناته، حتى لو ظهرت المرأة مثلا بعباءتها أو بحجابها أو ظهر الرجل، لا يكون هناك تسويق بهذه والعياذ بالله بقصد الإغراء والفتنة الجنسية، وإنما يكون هدف صناعة الإشهار والإعلان في بلاد المسلمين هي أن تظهر محاسن هذه السلعة التي يريدون التسويق لها أو جودتها وغيرها. أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال أو اتصال يأتينا من محمد من منى من مصر. الأخت منى من مصر. الأخت منى من مصر تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بس عايزة والشيخ بيفسر الآية القرآنية عن الحجاب أو كده، يعني هو أي واحدة ملتزمة بضوابط الحجاب الشرعي من لبس أو كده بس وجهها باين، هي كده تعتبر مذنبة؟ نعم. سؤالك يعني ما حكم، يعني هل هو يجب إن أنا بلبس الحجاب العادي وملتزمة بنفس اللبس الشرعي للحجاب بس وشي باين؟ طيب واضح، هي ذنب؟ واضح سؤالك، تسمعين الإجابة الآن الشيخ بالنسبة لسؤال الأخت منى. نعم الأخت الكريمة،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك سترا وعفافا وحيا. ونساء المؤمنين، الأخت الكريمة تسأل عن يعني حكم إظهار الوجه وكشفه. الأصل الأخت الكريمة، الأصل أن المرأة تغطي وجهها، وهذا مما يدخل في حد الخمار الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: ليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهو الذي كان عليه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمهات المؤمنين، وهو الذي سار عليه المسلمات قرونا من الزمن، أن تحرص على تغطية وجهها. والوجه هو مجمع محاسن المرأة. إذا كانت المرأة مأمورة بتغطية قدمها وألا تضرب برجلها ليسمع خلخال في قدمها، فمن باب أولى أن تكون مأمورة بستر وجهها. هذا هو الأصل الذي تلتزمه المرأة المسلمة. ومن أخذت بخلاف هذا القول لكونه مثلا عندها فتية أو مشهورة في بلدها بخلاف هذا القول، فنقول عليها أن تلتزم إجماع الفقهاء بعدم إظهار الزينة وإبدائها، ألا تظهر بالمكياج، ألا تظهر بالمفاتن، ألا تكشف شعرها. هذا قدر يعني متفق ويجمع عليه بين أهل الإسلام. وإن كنا نقول أنه المرأة تغطي وجهها لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وتفسير ابن عباس رضي الله عنه يقول: الله يدنين عليهن من جلابيبهن. ولكن إن كان هذا خلاف الفتوى المشهورة في بلد من البلدان، فلا أقل أن تحترم المرأة وأن يحترم الناس في من أخذ بهذه الفتوى أو تلك، أن يحترم مواطن الإجماع. يعني لا يجوز ولا يعني أن تظهر الزينة والمفاتن. أصل الحجاب مشروع لإخفاء الزينة، والله تعالى غشيان مجالس الرجال أو مجامع الرجال وما يعني يعرضوها ل... أحسنت. يعني فيما يتعلق بغشيان مجالس الرجال أو التعرض لمجالس الرجال، المرأة كلما ابتعدت عن الرجال الأجانب كان أكثر حشمة وعفة لها، فلا تغشى هذه المجالس إلا لحاجة أو ضرورة، وتكون بحجابها الشرعي، وتبتعد عن ما يغري أو يفتن والعياذ بالله، أو ألا تخضع بالقول، يعني لا تكلم الرجال بصوت فيه نوع من الفتنة والإغراء، ولا يخضعن بالقول. شيخنا، بالنسبة لهذه الأحكام بشكل إجمالي، هل نقول أن هي التي توافق الفطرة، أم أن هذه مبالغات وأننا قد يعني زدنا في 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 تحجيم ما تستطيع المرأة فعله؟ الفطرة أم أن هذه لها مآلات؟ أحسن. الفطرة جاءت بقدر من هذه الأحكام، يعني جاءت بأصل التفريق بين الذكر والأنثى، جاءت بأصل تعظيم شأن الزواج وتقديسه، وجاءت بأصل استقباح الزنا واستشناعه. هذا أصل موجود في الفطرة. لذلك المجتمعات البشرية ينشأ عندها الفرق بين النكاح والسفاح، سواء كانوا مسلمين أو كافرين يعرفون الفرق بين النكاح والسفاح، ولا يجعلون كل اتصال بين الذكر والأنثى منزلة واحدة، وإنما ما كان منه من النكاح فإنه مقبول ومستحسن ومعلن، وما كان منه بشكل السفاح فإنه مستقبح، وإن كان يعني يتفاوتون الناس في هذه الفطرة. فالفطرة جاءت بتقرير أصول، لكن الشريعة جاءت بتقرير أحكام شرعية لحفظ هذه الأصول الفطرية ولتزكيتها ولتنميتها. يعني نعم، يعني ليس بالضرورة أن يعني هل هذا صحيح أو غير صحيح، أن نقول إن الفطرة جاءت بخلق المرأة متحجبة، نقول لا، لكن الشريعة جاءت بهذا حفظا لأصول فطرية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي الفرق بين الذكر والأنثى، وهي شأن تعظيم شأن الزواج واستحسانه وتقبيح الزنا واستبشاعه في الفطر والنفوس. إذن نحن نقول الأحكام الشرعية الواردة فيما يتعلق بلباس الرجل والمرأة أو فيما يتعلق بالحجاب الشرعي، منها قدر فطري ومنها قدر شرعي، جاءت شريعة الإسلام بتتميمه وتكميله والحفاظ عليه والله تعالى. نعم. بالنسبة شيخنا لمسألة التعطر للمرأة، هل يجوز لها؟ في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفيلات، يعني غير متعطرات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تتطيب أو لا تمس طيبا، كما جاء في الحديث الشريف. فلا يجوز المرأة أنها تخرج متطيبة، وهذا متسق مع عدم
إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب، ولكن تتعطر المرأة أمام زوجها ومحارمها، أمام النساء لا مانع من هذا، لكن أمام الرجال الأجانب الطيب هذا نوع من الزينة. الزينة لها أشكال، الزينة مثلا في الرائحة هي الطيب، والزينة في البدن أو في الملابس هي المأمورة بسترها بالحجاب. فإذا خروج المرأة متطيبة مما ينافي حجابها الشرعي إذا كان هذا الطيب أمام الرجال الأجانب، والله تعالى. طيب شيخنا، بالنسبة قد أشرتم سابقا إلى ضابط عدم التشبه بين الجنسين، نعم، ما الحكمة في التشديد في هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر التشبه، هذا الأمر جاء الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حقه، حق من خالفه باللعن، ولا شك أن هذا يوصله إلى الكبائر. نعم، في حديث أبي هريرة الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا معناه أن هذه المخالفة كبيرة من الكبائر، وفيه حفظ لنظام المجتمع المسلم في التفريق بين الذكر والأنثى. وهذا حقيقة راجع إلى قضية مهمة فطرية، وهي ضرورة التفريق بين الذكر والأنثى. لاحظ معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل، قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان المختلف، الليل والنهار، وأقسم بالجنس المختلف، الذكر والأنثى، على أن سعي الإنسان سعي مختلف، إن سعيكم لشتى. فقرر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الفطرية التي شاهدها كل أحد، الفرق بين الليل والنهار والفرق بين الذكر والأنثى. قرر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الفطرية ليؤسس عليها اختلاف سعي الإنسان، إن سعيكم لشتى. الفرق بين الذكر والأنثى فرق يدركه كل أحد، يدركه الصغير والكبير. جاءت الشريعة بحفظ هذا الفرق، لذلك قررت الشريعة وظائف اجتماعية وأدوارا تربوية للرجل غير الوظائف الاجتماعية وأدوار التربوية التي تكون للمرأة. جاء في السنة النبوية: والمرأة راعية في بيت زوجها. جاء أمر الرجل بالنفقة على أهله وزوجه. جاء أمر المرأة بالقرار والحجاب. هذه الأحكام الشرعية في التفريق بين دور الرجل ودور المرأة في المجتمع المسلم محفوظة بعدد من الضوابط، منها ألا يتشبه أحد منهم بالآخر في لبسته. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. جاء هذا في شأن بعض أمهات المؤمنين: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاركنا في الجهاد كما يشارك الرجال، فنزلت هذه الآية: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وضعت هذه الآية فرقا بين الذكر والأنثى في أدوارهم وفي لباسهم وفي وظائفهم المطلوبة منهم. الخلط بين الرجل والمرأة في هذه الوظائف والأدوار واللباس هو الذي يسبب اختلال نظام المجتمع، فتختلف فيه ضوابط كثيرة، يختلف فيه ضوابط كثيرة متعلقة مثلا بالزواج، متعلقة بتحريم الزنا، متعلقة بالعلاقات بين الجنسين. حفظ هذه الضوابط الأولية مما يحقق هذه الأهداف والغايات والمقاصد الشرعية. شيخنا، بالنسبة لزينة المرأة في وجهها أو في شعرها، هل يوجد بعض الضوابط لذلك؟ ما ورد مثلا في الحاجبين والشعر، يعني أو يعني هناك بعض أنواع الزينة والمكياج. أيوة طبعا. إظهار الزينة للأجانب، ذكرنا أن هذا ممنوع شرعا، إظهار الزينة المرأة، إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب هذا ممنوع سواء كانت تفتح وجهها. لكن أما إذا كان نتكلم عن إظهار الزينة أمام الزوج والمحارم فهذا جائز. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا الأصل فيها الجواز. إلا أنه قد ورد هناك بعض أنواع الزينة المحرمة، منها وصل الشعر، ومنها الوشم، ومنها الوشم وهو الذي يكون يعني زينة مثلا في البدن بنوع من أنواع الحرق، نوع من أنواع الكحل الذي يوضع في الجلد. أو كذلك جاء النهي عن النمص وهو نتف شيء من شعر الحاجب. كذلك جاء النهي عن المتفلجات الحسن، بما التفلج الحسن بمعنى أن تفرق بين
أسنانها وتبرد بعض أسنانها رغبة في إظهار شيء من إظهار شيء من صغر السن أو غيرها. فهذه أنواع من الزينة جاء النهي عنها بخصوصها، ينبغي المرأة أن تنتهي عنها. كذلك جاء النهي كذلك عن حلق المرأة رأسها، أنها تحلق يعني شعرها، هذا كذلك منهي عنه، وفي كذلك تشبه بالرجال في حلقها لرأسها. فهذه هناك أنواع من الزينة، والتقصير جائز أنها تأخذ من شعرها لا مانع منه، أو أن تصبغ شعرها هذا لا مانع منه، لكن كما ذكرنا هناك ضوابط عامة، لا تشبه بالذكور، لا تتشبه بالكافرات والفاسقات أو غيرهن من أهل المجون والفسق، عليها أن تراعي هذه الضوابط العامة وأن تراعي هذه الضوابط الخاصة، فتمتنع عن الوصل والوشم والنمص وتفليج الأسنان وما يقاس عليها مما يوافقها في علتها، والله تعالى. نعم شيخنا، وردنا سؤال من نشوان من اليمن يقول: ما نصيحتكم للشباب وكيف يحفظون أنفسهم إذا مروا ببعض النساء الذين يتساهلون في اللبس؟ أوصيه بما أوصى الله جل جلاله به في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، غض البصر هو أول خطوة لحفظ القلب، كما قال الله سبحانه: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عليه أن يستشعر رقابة الله جل جلاله عليه، فيعلم أن الله جل جلاله خبير. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يعلم خائنة الأعين. لذلك إطلاق الإنسان لبصره قد لا يراه أحد ولا يعرفه أحد، ولكن الله جل جلاله مطلع عليه، عليم به، إن الله خبير بما يصنعون، عليم به في حق الذكر وفي حق الأنثى. على الإنسان أن يراقب الله جل جلاله ويعلم أنه مؤتمن على بصره وعلى فرجه. حفظ البصر هو الخطوة الأولى. إذا تساهل الإنسان في إطلاق بصره كان بعد ذلك ما بعده أصعب، فكلما أطلق الإنسان بصره وازداد والعياذ بالله في استسهال هذا المحرم فإنه يستمرئ شيئا من الحرام شيئا فشيئا. وهل سيستمتع بهذه النظرة أم ستتعبه أكثر؟ صحيح، هذا إن استمتع بها في المرة الأولى فإنها ستزول هذه اللذة ويتطلب ثانية وثالثة ورابعة حتى تزول متعته بهذه النظرة ويتطلب شيئا آخر فوق النظرة وهكذا. فلذلك أوصي نفسي أولا وإخواني جميعا وأخوات الكريمات بما أوصاهم الله جل جلاله به من غض البصر وحفظ الفروج، وأنه أزكى للقلوب، وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان له خطوات يسوق ابن آدم خطوة بعد خطوة. فليحذر المسلم والمسلمة وليمتنعوا من أن ينساقوا مع إبليس من خطوته الأولى، لأنه كل ما مشوا معه خطوة كان الشيطان يأخذهم إلى التي تليها وصعب عليهم العود أكثر فأكثر. فلذلك على المسلم أن يتدارك نفسه في مبتدأ أمره ويمتنع من حين كون الشيء نظرة أو خطرة أو فكرة في الحرام، إذا امتنع كان ما بعدها بإذن الله تعالى أسهل، وأورثه الله سبحانه وتعالى في قلبه إيمانا ولذة لا يساويها ولا يعادلها أي لذة من لذات النظر المحرم ولا غير ذلك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وزادكم الله من فضله. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منك ويزيدكم من واسع فضله وعلمه. نشكركم أحبتي المشاهدين على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن، ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران، توقفنا محطات سنلقى بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكون